الجزء الأول من المحاضرة الثانية لمادة تجهيز العينات. Examination of urine أو اللي هو فحص البول. Collection and transport of urine اللي هو عملية اللي هو جمع ونقل عينات البول. كيف نبدأ نجهز عمليات اللي هو البول. Whenever possible, the first urine passed by the patient at the beginning of the day should be sent for examination. طبعا هنا عادة ما والمتعارف عليه انه عينة البول اللي احنا بنشتغل او نجري اختبار عليها هي اول عينة في الصباح اول ما يستيقظ من النوم ويمشي الى الحمام اكرمكم الله هي اول عينة صباحية اللي بيجري الاختبار عليها. This specimen is the most concentrated and therefore the most suitable for culture, microscopy and biochemical analysis. قالك العينة هذه طبعا تعتبر more concentrated. شنو يعني more concentrated؟ خلال فترة الليل بسموها dehydration period بسموها dehydration period أو فترة اللي هو الجفاف. المقصود شنو بيسموها dehydration period أو فترة الجفاف؟ لأن أنت بتأخذ حوالي 6 ساعات على الأقل في النوم ما بتأخذت لا تتناول فيها سوائل وأيضا في هذه الفترة بيتم اللي هو عملية الفلتريشن وعملية اللي هو طبعا عارفين دكتور البول بيتكون من 3 مراحل فلتريشن ريابزوربشن اكسكريشن. فبيتم اللي هو تكوين البول في هذه الفترة خلال 6 ساعات الهذين الشخص ما بيمشيش فيه إلى دورة المياه أو اللي هو التواليت. أوكي وبالتالي بتصبح المثانة تجمع فيها اللي هو البول لفترة طويلة جدا وأصبح مركز البول بالعناصر اللي احنا نبي نكشف عنها سواء كان اللي هو الكشف الفضائي بندور زرع ميكروبي اوكي البكتيريا بتكون يعني نسبتها كبيره في اصبحت في المثانه او بنفحص مايكروسكوبيا الفحص سواء اللي هو الخلوي بنشوف الكلاستز او الكريستاليز او بنشوف الفحص السيلز اذا كان الابيثيليال سيلز الباس سيلز اذا كان هناك اللي هو طفيل التريكوموناس مثلا اوكي بيكون الامور هذه كلها العناصر هذه كلها مركزه في المثانه and biochemical analysis ايضا العناصر الكيميائيه زي اللي هو الجلوكوز البروتين والبلوروبين الى اخره كل هذه العناصر بتكون موجوده بشكل مركز في المثانه في العينه الصباحيه. في عندي الميد ستريم يورين اللي هو العينه الوسطيه for a microbiological examination is collected as follows. طبعا ليش انا بنخص اللي هو العينه الميكروبيولوجيه بالام اس يو او العينه الوسطيه او شنو هي العينه الوسطيه حنتكلم عليها في الفقرة القادمة. ما زلنا تبع الحديث او صدر الحديث عن اللي هو العينة الوسطية. In a hospital with a microbiology laboratory في المستشفى واذا كان الشغل بتاعنا طبعا موجه الى مختبر الميكروبيولوجي. Give the patient a sterile dry wide necked leak proof container and request a 10 to 20 ملي specimen. طبعا بتعطي المريض اول حاجة اللي هو كونتينر واسع الفوهة امتاعه مغلق الاحكام وتطلب من المريض انه يجمع 10 الى 20 ملي لتر من عينة اللي هو البول الوسطية. شنو يعني وسطية؟ طبعا هنا وسطية معناها انا بنتخلص من الجزء الاول الدفعة الاولى من البول والكلام هذا بيكون صباحي صباحي من وسط البول نتخلص. طبعا اول يشترط هنا لما نقول العينات الوسطية يشترط فيها النظافة اشترط فيها الغسل والنظافة والتجفيف حوالين الأوريثرا أو فتحة خروج اللي هو البول وخاصة الكلام هذا في الفيميلز. ليش في الفيميلز؟ لأنه الجينات الأورجنز بتاعها أو حوالين فتحة البول هناك إفرازات كثيرة تحيط بالأوريثرا. هذه الإفرازات تحتوي على اللي هو أعداد كبيرة من البكتيريا اللي هي النورمال فلورا تمام تحتوي أعداد كبيرة من النورمال فلورا والإبيثيليال سيلز تمام والخلايا اللي هي الظهريه اللي احنا لو ما صارش عمليه واشنج اراوند ذا يوريثرا تمام وعمليه كليننج اوكي وعمليه تجفيف هذه البكتيريا الطبيعيه وهذه الابيثيليال سيلز حتنزل مع اللي هو اليورين في اليورين بتاعنا ولما احنا حنجي نشخص حنشخص غلط اوكي حنقدر نسجل انه في بكتيريا وحنسجل انه في ابيثيليال سيلز وهي اساسا المصدر بتاعها جاي عباره عن كونتمينيشن من اللي هو الفاجينال ديستشارجز اوكي فهنا عشان هيك سميناها اللي هو العينه الوسطيه اول جزء الاول الدفعه الاولى من البول تخرج في التواليت الدفعه اللي في النص في الكونتينر تمام والدفعه الاخيره تكمل في التواليت طبعا وتنظم طبعا ليش الدفعه الاولى تخلصنا منها ايضا عشان تدفع اذا كان هناك في اي بكتيريا موجوده في الحليب
او على الجلد تدفع بها ويصبح اللي هو المكان اللي يخرج منه البول ستيرايل او معقم. Important explain to the patient they need to collect the urine with as little contamination as possible. Clean catch specimen. طبعا هنا قال لك اطلب من المريض انه يجمع العينه بقدر الامكان يتحرى انه ما يكونش في contamination او contamination بقدر الامكان يكون قليل جدا بقدر الامكان عن طريق الكلين كاتش سبيسيمن او زي ما انا شرحت لكم من شوي. Female patients wash نعم good wash the hands clean the area around the urethral opening with clean water. اول حاجه لابد من غسل اليدين جيدا. تنظيف اللي هي المساحه او المكان حول اللي هو الفتحه خروج البول باستخدام اللي هو الماء. Dry the area with sterile gauze. نعم تقوم بتجفيف هذا المكان باستعمال شاش معقم. And collect urine with the labia held apart. نبدا بعمليه ابعاد الشفرين عن بعضهم ونبدا في عمليه اللي هو وضع الكونتينر على فتح البول ونبدا في عمليه الكولكشن من وسط البول. من وسط البول نبدا نتخلص من الدفعه الاولى من وسط البول في اللي هو الكونتينر وباقي البول نتخلص منه في اللي هو التواليت. Male patients wash the hands نفس الطريقة تغسل ايديك جيدا. Collect specimen middle of the urine flow طبعا من اللي هو من الوسط انسياب البول الجزء الوسطي من البول زي ما شرحنا سابقا ناخذ من اللي هو وسط البول. Number 2 label the container with the date تكتب البيانات بتاعتك على الكونتينر راعي سلامة البيانات. The name and number of the patient and time of collection تكتب اسم المريض رقم تعريفي اللي هو ليعرف العينة نفس الرقم على اللي هو العينة يكون مكتوب على افترض في request form أو طلب إجراء فحص أو ورقة من الطبيب. نعم and the time of collection وقت جمع العينة as soon as possible بقدر الإمكان deliver the specimen with a request form to the laboratory يعني بقدر الإمكان يفترض أن يكون في request form أو طلب إجراء الفحص يرافق هذه العينة إلى المختبر. When immediate delivery to the laboratory is not possible طبعا يفترض ان العينه مباشره ترسل الى المعمل ولكن اذا كان هناك اي سبب من الاسباب اللي يعطل عمليه ايصالها بسرعه. Refrigerate the urine at 4 to 6 نعم يوضع اللي هو البول في الثلاجه او في المبرد من 4 الى 6 درجات مئويه. When a delivery of more than 2 hours اذا احنا هنتاخر اكثر من ساعتين. Add boric acid تضاف مادة اللي هو البوريك اسيد preservative to the urine. Okay. Specimens containing boric acid need not be طبعا لما حطنا البوريك اسيد اخر فقرة هذه not be refrigerated ما فيش داعي ان نضعها في المبرد ما فيش داعي نضعها في المبرد ونزيد هنا نضيف لكم فقرة اخرى نقول لكم انه هذا النوع من البول اللي احنا بنضيف له اي مادة حافظة او مادة ستابلايزر لا يمكن ان ندير له كلتشر ما ينفعش لعملية الكلتشر لان هذه المواد تدير انهبيشن اللي هو التكاثر او الريبرودكشن بتاع البكتيريا وبالتالي العينات التي يضاف لها اي ماده حافظه ما تنفعش لا يجوز اللي هو زرعها. Deterioration of urine شنو معنى الكلام هذا؟ شنو يعني هنا اليورين تحصل في عمليه اللي هو امتى يحصل له تدهور او يحصل له تغير في اللي هو ثبات العناصر الكيميائيه اللي موجوده فيه او تغير في اللي هو تعداد البكتيريا اللي فيه او محتويات العناصر او العناصر بشكل عام الموجوده في البول ام تصير فيها تغيير وما تنفعش تقعد غير صالحه للتشخيص. The following changes occur when a preserved urine is left at room temperature هذه التغيرات او شنو هي التغيرات بمعنى ادق زي ما هو مذكور هنا اللي تطرا على البول في حاله احنا تركناه محفوظ مش في المبرد مش مضاف لاي ماده حافظه تركناه في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. Any bacteria in the urine will multiply so that the bacterial count will be unreliable. أول شيء طبعا البكتيريا شنو حيصير للبكتيريا؟ لو كان عندي مثلا 100 خلية بكتيرية بعد ساعات حتحول إلى ملايين الخلايا البكتيرية. ليش؟ لأنها قاعدة تتكاثر اللي هو الانقسام الثنائي البسيط أو ما يعرف بالباينري فيجن. وبالتالي هنا لما جينا بنفحص البكتيريا الفحص بتاعي مش هيكون دقيق يعطيني نسبة كبيرة من اللي هو البكتيريا.
When the organisms are urease producing، نعم لما هذه الأورجانيزمز وهذه البكتيريا من النوع اللي تفرز اللي هو انزيم اليوريز، شنو حيصير؟ The ammonia released will increase the pH of the specimen. هذا حتصير تتراكم الأمونيا وين في عينة البول؟ حتتراكم الأمونيا اللي بتنطلق منها بعض أنواع البكتيريا داخل البول، وبالتالي حتأثر لي على تركيز أيون الهيدروجين اللي هو البيتش بتاع اليورين. فاليورين في الحالة الطبيعية حيكون أسيدك، ممكن بعد كده حنلقى اللي هو الكلاين. شو ليش الكلام هذا كيف صار؟ صار عن طريق اللي هو ترك هذه العينات لفترات طويلة، فها تكاثرت هذه البكتيريا وبدأت تفرز في انزيماتها في البول، فأدت إلى اللي هو زيادة في اللي هو تركيز البي اتش أو زيادة في تركيز أيون الهيدروجين في عينات اليورين، which will result in the destruction of cells and casts. الكلام هذا أيضا يؤدي إلى ارتفاع الأمونيا، تؤدي إلى تكسير اللي هو الخلايا سواء epithelial cells, bast cells, RBCs, RBCs، أي خلايا موجودة عندي حتؤدي إلى تكسيرها وبالتالي مش حتعطيني التشخيص الصحيح. أيضا حتؤدي إلى low destruction of casts أو القوالب اللي موجودة اللي احنا بنكشف عليها في عينات اليورين. Bacteria will also break down any glucose. أيوة الكلام هذا شنو؟ أيضا تؤدي البكتيريا إلى تكسير الجلوكوز طبعا عشان تحصل على الطاقة بتاعتها، فهي شنو حتدير؟ حتقوم بعملية اللي هو البريك داون اوف جلوكوز which may present. اوكي when white cells, red cells and casts are presented, this will begin to lyse especially in a concentrated specimen. احنا لو تركنا العينات لفترات طويلة هذه البس سيلز الخلايا الصديدية والخلايا الحمراء والقوالب تبدأ في عملية اللي هو التحلل إذا تركنا العينات لفترات طويلة وخاصة في العينات اللي تركيز العناصر فيها بيكون عالي. The concentration of protein in urine will be altered. نعم أيضا تركيزات البروتين في اليورين يحصل فيها اللي هو تغير. When bilirubin is present this may be oxidized to bilirubin which will not be detected. أيضا وجود البولربين حصل عملية أكسدة المادة بايلوفرتين. نعم اللي احنا ما طبعا في ما نقدرش نكشف عليه وما يظهرش معانا في اللي هو الكشف بتاع اليورين تيست او في كشف البول. لايك واز اليوروبيلونجين ويل نوت بي ديتكتد بيكوز ات ويل بي اكسدايزد تو يوروبيل. ايضا حتى بالنسبه لنسب اللي هو اليوروبيلونجين مش هنقدر نكشف عليها لانها حتتحول الى ماده اللي هو اليوروبيلين. اكسمنيشن اليورين فحص اللي هو معملي لعينات البول. اول خطوه بنعلم نديروها احنا هو الفحص العياني او ما يعرف بالفيزيكال اكزامينيشن او ديسكرايب ذا ابييرنس اوف ذا سبيسيمين. هذا بنسموه الفيزيكال اكزامينيشن. طبعا بقول ثلاث مراحل، فيزيكال اكزامينيشن الفحص العياني توصف العينه بتشوف لونها وتشوف اذا المظهر بتاعها كان كلير او كلاودي اذا كانت معكره او واضحه. الخطوه الثانيه اللي هو الكيميكال اكزامينيشن تجري الفحص الكيميائي تمام اللي هو زي جلوكوز بروتين بيلوربين الى اخره عن طريق اللي هو الشريط الخاص بفحص اللي هو البول. والخطوه الاخيره اللي هي الفحص الميكروسكوبيك اكزامينيشن او الفحص المجهري لمشاهده اللي هو العناصر الموجوده داخل اللي هو او موجوده بالعينه بتاعتنا سواء كانت من كريستاليز ولا من كلاسترز او سيلز. فنمبر 1 ديسكرايب ذا ابييرنس اوف ذا سبيسيمين. اول حاجه اوصف اللي هو مظهر العينه اللي هو عبارة عن ايش بتوصف انت؟ حتشوف الكالر اوف ذا سبيسيمين لون العينة تعطي تقرير الريبورت بتاعك ايش حيكون؟ كالر اوف ذا سبيسيمين ويذر ات از كلير اور كلاودي. هل هي حتكتب انها كلير كانها صافية؟ حتكتب كلير وكانها مش معكرة حتكتب كلاودي او تيربد. بنجي هنا لوصف العينة الفيزيكال اكزامينيشن او اللي هو الفحص العياني. تعال نشوف الابيريانس ونشوف البوسيبل كوز، نشوف المظهر نوصف المظهر ونشوف شنو هو المسبب. تعال نشوف الابيريانس اول شيء المظهر لما يكون كلاودي. يورين يوجوالي هاز ان ان بليزنت سميل اند كونتينز دبليو سي. دبليو سي في الحاله هذه بنقول عليها الباستلز او الخلايا الصديديه. بس لما يكون معكر ويكون الرائحه بتاعه كريهه ويكون البص سيلز فيه هاي، شوف البوسيبل كوز شنو هو العامل المسبب، شنو هو مسبب هذا الشيء الابيريانس؟ قال لك بكتيريال يوريني انفكشن. حتكون هنا عدوى بكتيريه، عدوى البكتيريه للمسالك البوليه هي اللي تسبب المظهر الاول اللي احنا قاعدين نتحدث فيه. تعال شوف المظهر الثاني
ريد اند كلاودي، احمر ومعكر due to red cells، بسبب اللي هو وجود الخلايا الحمراء او بشكل ادق اللي هي الكريات الحمراء. بس شنو اللي سبب لي في الكلام هذا؟ urinary schistosomiasis، اصابه اللي هو المسالك البوليه باللي هو البلهارسيا البوليه او ما تعرف بالبلهارسيا الدمويه. البلهارسيا البوليه او البلهارسيا الدمويه، واللي تظهر بيوضها في اليورين بتاعنا لما نديروا عمليه اللي هو الفحص اللي هو المجهري اللي هو البول. ايضا بيحدث الكلام هذا اللي هو وجود الدم باللون الاحمر في حاله البكتيريا الانفكشن او بحاله الاصابات اللي هي البكتيريا. نجي للوصف الثالث، براون اند كلاودي هيموجلوبينوريا دو تو هيموجلوبين. هنا اي ارتفاع لاي شيء يعني للبروتين جلوكوز اي شيء يضاف للمقطع يوريا، اوريا في الاخر هذا معناها ارتفاع. لما قلت جلوكوزوريا ارتفاع السكر في البول، بروتينوريا ارتفاع البروتين في البول، كوتينوريا ارتفاع الكوتينات في البول بهذا الشكل. فهنا قال لك الهيموجلوبينوريا معناها شنو؟ ارتفاع الهيموجلوبين في البول. لو قال لك هيماتوريا معناها لا، هيماتوريا معناها ارتفاع الكريات الحمراء، ارتفاع الكريات الحمراء في اليورين تفرق عن حاله اللي هو الهيموجلوبينوريا. كيف تفرق بينهم؟ حنقول لك تو كيف تفرق بيناتهم. ندير عمليه الطرد المركزي للبول، في حال انه ترسب اللون الاحمر تحت قاعد اللون البول اصفر صافي، هذه الحاله نقولها حاله هيماتوريا او حاله ارتفاع خلايا الحمراء اللي ترسبت مع الطرد المركزي، ترسبت اصبحت في قاع الانبوب. ولكن في حاله الهيموجلوبينوريا، شنو الهيموجلوبينوريا؟ لو تكسر الغشاء بتاع الكريه وخروج الهيموجلوبين، الهيموجلوبين قاعد فري في البول. لما ندير عمليه الطرد المركزي يفضل البول باللون الاحمر لان صبغه الهيم ضغط على لون اللي هو البول، وبالتالي هنا الحاله بنقول عليها هيموجلوبينوريا. اوكي، فلما يكون عندي اللون بني او معكر في الهيموجلوبينوريا دوتو هيموجلوبين، بسبب اللي هو وجود الهيموجلوبين في البول الشباب، هذا مظهر. شنو المسبب؟ الاصابه بالملاريا، طفيليات الملاريا، other conditions that cause intravascular hemolysis، وبعض الظروف او الاحوال الاخرى او الامراض الاخرى اللي بتسبب اللي هو تحلل الدموي الوعائي. تعال نشوف اللي هو المظهر الرابع، yellow brown or green brown due to bilirubin. قال لك اللون اللي هو البني المصفر او البني المخضر بسبب وجود صبغه الصفراء اللي هي البيلوروبين في حاله الجوندز او اليرقان. شنو المسبب؟ acute viral hepatitis، التهاب كبدي فيروسي حاد، او في حالات اللي هو الاوبستراكتيف جوندز او اليرقان او الصفراء الانسداديه او اليرقان الانسدادي اللي هو انسداد القناه الصفراويه، اما عفانا الله واياكم بورم خبيث او ورم حميد او انسدادها، نسال الله العفو والعافيه به، اللي هو حصوه حصاه يعني اللي هو ستون، نعم، او كالكولس. نجي للمظهر الاخير، يلو اورنج دو تو يوروبايلين اوكسيدايزز زيد تو يوروبايلين جين. الكلام هذا امتى يحصل؟ اللي هو هذا في حاله الهيموليسيز والهبات، في حاله اللي هو الهباتو سيلولار جوندس، في حاله الهيموليسيز، في حاله اللي هو التحلل الدموي. نجي للكوز، describe the appearance of urine specimen. تكلمنا عن اللي هو الوصف او المظهر بتاع اليورين، وشنو هو الام اس يو او الميدستريم يورين.